كما تقدم فضيله الاستاذ الدكتور شوق علام مفتي الجمهوريه بالتهناء الى الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبه الذكرى العاشره لثوره الثلاثين من يونيو ودعا فضيله المفتي في برقيته جموع الشعب المصري الى المحافظه على روح الثوره العظيمه والتكاتف خلف قيادته الحكيمه وقواته المسلحه الباسله ومؤسساته الوطنيه الرشيده والاصرار والعمل والانتاج من اجل رفعه وطننا الغالي وتحقيق التنميه الشامله